السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف ازاي نستخدم امر سويف في قلب الماس. هدخل هنا ماس واقول له امبريس ماس واقول له اوكي، وبعد كده من الريفرنس هبدا ارسم اللي انا عايزه. هو اوتوماتيك بيرسم على الليفل دوت، تمام. قلت له ست، ممكن تختار انا هرسم على نيو ورك ست، ممكن تقول مثلا دي او دي او دي. طيب ولكم مثلا ديت، واقول له ريفرنس وابدا ارسم اي حاجه. ممكن تختار مثلا ان انت ترسم ارك بالشكل دوت، لان انا عملت سيلكت للارك دوت بلاحظ ان ده عباره عن ريفرنس وليس عباره عن خطوط عاديه. طيب هقول له ست واقول له انا عايز ارسم على البوكس ست ديت، وبعد كده اقول له انا عايز ارسم موديل وابدا ارسم اي شكل انا عايزه. اقول لكم مثلا هنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا، وبعد كده بعمل سيلكت للشكل دوت وللريفرنس. هو اوتوماتيك هيفهم ان الشكل ده هيلف مع الريفرنس، اقول له كريت فورم فبيبدا يعمله لي بالشكل دوت.